الاهلي القمه 118 تزداد توهجا والقمه تزداد احمرارا بالفوز النادي الاهلي. نجم الماتش وهداف النادي الاهلي هذا الموسم علي معلول، مبروك الفوز، مبروك الاداء، شايف ايه النهارده الاداء وختام الدوري باجمل ختام بالفوز على الزمالك؟ الحمد لله، اول حاجه ان شاء الله مبروك الفوز. كنا من 3 ايام حصلنا اللقب، لكن كنا نعرف ان تستنى فينا مقابله الديربي مع الغريم التقليدي بتاعنا، لكن الاولاد الكل فصلنا عرفنا كيفاش نفسه ما بين الفرحه والتركيز نتاع المقابله هذه. الحمد لله اليوم ظهر لي النادي الاهلي ظهر شخصيته وظهر اللي هو يسحق الدوري. الحمد لله حاله من الحب والسعاده ما بين علي معلول وجماهير النادي الاهلي، والكثير بيرشح علي معلول يكون نجم الدوري المصري هذا الموسم واحسن لاعب. الحمد لله، حب نتشرف به، في بالي هذه احسن حاجه نجم نهديها لجمهور الاهلي هو الدوري. بنشكرك يا كابتن علي ومبروك على الفوز.